ألمانيا تدرس ضم أجانب إلى صفوف الجيش لتعويض نقص المجندين. الاقتراح أثار جدلا سياسيا داخل الأوساط الألمانية حول تأثير انضمام الأجانب للجيش الألماني على قضية انتمائهم. توقعات بإقبال أعداد كبيرة للانضمام للجيش الألماني في الوقت الذي يفرض فيه قانون المجندين ضرورة منح الجنسية الألمانية للجنود، لكن احتمال انضمام الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي قد يثير المخاوف في وقت يواجه فيه الجيش الألماني نقصا كبيرا في الأعداد والأفراد، الأمر الذي يثير قلق الحكومة الألمانية وحلفائها في حلف الأطلسي، لا سيما بعد إلغاء التجنيد الإجباري ودخول متطرفين للجيش. فهل يتحول الجيش الألماني لجيش من المرتزقة؟